عن موضوع لازم نتعايش معاه لمدة أسبوع كده 10 أيام، وهو درجة الحرارة العالية جدا اللي بقالها دلوقتي داخلة في تاني يوم تقريبا. إنه درجات الحرارة لمدة أسبوع جاي هتبقى حوالي من 41 ل 42، ده في القاهرة والجيزة. أما بقى في الصعيد والوجه القبلي هنلاقيها طالعة 45 و 46. احنا هنتكلم معاكم دلوقتي احنا ازاي نبدأ ناخد بالنا ونتعامل بذكاء كده وبشويش يعني مع درجة الحرارة المرتفعة دي، لأنه بسببها بتحصل إصابات كتيرة جدا يا نورة. ضربة شمس، حد يبقى مثلا يحصل له جفاف عالي قوي، ضغطه يعلى، ضغطه يوطى، كل الحاجات دي كلها بيسببها الحر، بيسببها درجة الحرارة العالية جدا والتعرض للشمس لساعات طويلة. مظبوط. فلازم ناخد بالنا يا جماعة انه نلبس حاجات خفيفة، وكمان هينورنا كمان شوية دكتور يتكلم معانا اكتر بشكل علمي متخصص. صح، ويمكن كمان الهيئة العامة للأرصاد الجوية حذرت انه الاسبوع ده كله طبعا هي درجات عالية جدا زي ما نوران كانت بتقول، ويمكن كمان هتوصل درجة الحرارة في الصعيد لحد 45 و 46، الله يكون في عونهم، الموضوع صعب. غير كده كمان انه في رطوبة في الجو، فبجد بتحسس الواحد ان هو مفرهد، يعني حر ورطوبة والواحد مش قادر ان هو يتنفس بشكل كويس. وطبعا صح، حتى لو وقف في الظل هو انت بتحس كأن في فرن مفتوح في وشك. ف ازاي ممكن نعدي الاسبوع ده على خير؟ ازاي نحاول كده ان احنا ناخد بالنا من نفسنا عشان لا قدر الله ما يحصلش اي اصابات؟ ايه كمان الاكلات والحاجات اللي مهم ان احنا ناكلها او نشربها في الايام الحر دي؟ يعني معروف طبعا انه الاسبوع ده كده خلاص وجبه الغداء الاساسيه هي الجبنه والبطيخ او الجبنه والكنتالوب او الجبنه والعنب. المهم انه الحاجات كلها اللي بتطري علينا دي هي التين الشوكي يا نوره. التين الشوكي طلع ده عايز ميزانيه لوحده. ده ده غالي قوي يا نوران، قوي. ده بيقولوا لنا الطبق ال 50 ال 10 ب 50 جنيه الواحده، بقت ما بين 7 جنيه و 10 جنيه. لا انا عندي الحمد لله لسه ب 5 جنيه. في ب 5 بس ده الصغير قوي، يقول لك ده الصغير قوي. ده الصغير فمش عارفه ازاي يعني احنا كان 5 جنيه دول بيرجعوا لنا باقي بيهم. مش فاهمه ايه اللي وصل الارقام لكده، بس يعني اهو بيطلع له كده شويه وبيختفي يعني. يوحشنا. سو حلو السنه دي كمان. قوي قوي. كملي. انا احنا مش هنتكلم في الاكل يا مروان. هو بيتخن كمان. بس المهم يعني انه الاكلات الخفيفه اللي هي ما بتاخدش وقت في الهضم، اللي هي ما بتخليش الجسم يسخن زياده عن اللزوم علشان عمليه الهضم والحاجات دي كلها مهمه. وطبعا شرب الميه، شرب السوائل باستمرار، الحاجات الساقعه الى حد ما، الحاجات دي كلها بتحسن من درجه حراره الجسم. بصي انت قلتي حاجه خدت بالي منها، وهي فكره الرطوبه. يعني احنا ممكن، انا بالنسبه لي انا ممكن استحمل الحر عادي جدا، لكن الرطوبه دي بتخلي يبقى الواحد عنده نقص اكسجين طبعا، ملزق، ياخد نفسه ملزه بالظبط. مش طايقه الهدوم اللي عليكي، مش طايقه شعرك، مش طايقه اي حاجه. وده انا شايفاه ان هو نتيجه التغيرات المناخيه اللي احنا بنمر بيها او الكوكب بيتعرض لها دلوقتي، والاحتباس الحراري. يمكن زمان كان في صيف كنا بيبقى الجو حر، لكن ما كانش بيبقى بالطريقه صح. دي المبالغ فيها ان انت تبقيش قادره حتى تتعرضي للجو ده من غير ما تبقي لابسه حاجه بكم او تبقي قاعده في ضله او الكلام ده. يمكن انا من شويه كنت بشتري حاجه وفعلا حاسه ان انا اتلسعت. أيوة من الشمس. الشمس بتلسع. بتلسع. فالتعرض الزايد قوي للشمس والحرارة العالية ده ممكن يعرضنا فعلا لمخاطر كتيرة جدا. كمان نورة كانت بتتكلم عن الأكلات، عن المشروبات، نحاول ان احنا طول الوقت نرطب جسمنا بيها. طول ما انت في الشارع، طول ما انت في الشغل، حاول ان انت تاخد حاجات فيها ترطيب مفيد كمان لجسمك، ما يبقاش فيه سكريات عالية. فيها نسبة مية عالية. فيها نسبة مية عالية، بس ما يبقاش كمان فيها سكريات زيادة عن اللزوم أو موالح زيادة عن اللزوم. صح، عشان بقى برضو نبقى أخدنا